أستاذة جميلة حمود، وهي حاصلة على شهادة الماجستير في التاريخ ومتخصصة في التاريخ، تاريخ العالم القديم، ليسانس في الحضارة الفرنسية من جامعة ميشيغان، دبلوم في هندسة الديكور، ومعلمة ومؤسسة لجمعية نسائية في تبنين قضاء تجبيل. فتعددت المواهب فإن شاء الله أكون وفقت أن أجمع كل هذه في هذه الأبيات الصغيرة التي سوف أقدمها بها. بالفصيح وباللبناني، لها ديواني شعر أو ديوان شعر: دمع الزنابق ورفيف الذاكرة. فدمع الزنابق في رفيف الذاكرة، لجميلة في منتدانا شاعرة، حار اليراع بوصفها ونديحها، أهلا بها، أهلا بشعر الساحرة. أما باللبناني أقول: تبنين أعطت للجمال مدرسي، في ضيعتا لجنة نساء مؤسسة، فن وأدب علم وعمل معهم حلا، تاريخها حافل بشعر مدرسي، تاريخها حافل بشعر مدرسة. تفضل الأستاذة جميلة حمود تسمعنا من شعرها. السلام عليكم. يشرفني أني بينكم اليوم، وأشكر الشاعر الأستاذ علي على الكلمات الحلوة اللي مضي فيها، وأشكر السيدة حنان أيضا على دعوتي للمشاركة. أنا سعيدة بينكم وأرجو أن أكون حسن ظنكم. في الغربة يكون الوطن بطعم العكوب والزعتر، وعند تدمير بيت العائلة من جراء القصف تأتينا الأحلام متكئة على عصافة. فإذا ما نشطت الذاكرة تكون وحدها ظرفاً قادراً على جمع الحاضر والماضي والمستقبل. وأنا علمتني الطرقات المقفلة أن أعبر من ثقب إبرة. عندي نصين مش موزونين طبعا، حر، بتناولوا طبعا ظروف الهجرة والبيت والوطن. أوكي. رحلة أم مرحلة؟ بعد ما بسمع. أوكي. Thank you. رحلة أم مرحلة؟ وصلت إلى آخر بهو، وصلت إلى آخر بهو في هذا العمر، وما في الجيب سوى حفنة وطن وجمر الذكرى. تعبت ابتسامتي وآن لها أن تستريح. يا حسني القانع، شر الدمع في المآقي، ويا أيها العطاشة، يا حسني القانع، شر الدمع في المآقي، ويا أيها العطاشة، أحضر الخوابي، فها هنا سحب على وشك الهطول. عدت أتأبط الغربة، فوجدت الباب مغشيا على مصراعيه، والنافذة مبتورة الذراعين، والسقف قد اشتاق لأرض الدار، فهوى عليها معانقا. كان صوت أبي ما زال معلقا، ما زال محفورا على جذع شجرة اللوز في المدخل، ووجه أمي لا يزال عالقا على الأريكة، وأنا
أنكرتني الابتسامة، فرحت أستجير بالنافذة. سخرت مني بقايا الستائر المعلقة، وغير آبهة راحت تراقص الريح. كل هذه الصور تتشظى، تغسو خاطر المتصدع، تحفر خندقا وتحاصر مخيلتي، وينبت منها ألف أنت. خلص، هذا هو بيت. عندي نص تاني عن خزانة أمي يلي أمه المدام، يمكن ما رح تعجبها. أمي ما كانت مدام. في خزانة أمي، في خزانة أمي جارور ومرآة وأشباح أمنيات. صورتي معها وأنا صغيرة، وصورة لي في الابتدائي بمريول وضفيرة. في خزانة أمي صورة للمرحومة أختي، وخصلة شعر لأخي منذورة، جعداء شقراء بمنديل مطرز معطر ملفوفة وبكل أريج الذكريات. في خزانة أمي ملقة شعر ومكهلة، وسوار من لؤلؤ انفردت حباته فصارت دموعا جففتها الأيام، وصدى ضحكات لم تمحيها السنوات. في خزانة أمي بعض الأمل وكل الحنين، وفراشات كنت ألهو بها في ربيع السنين، وأزهار راقدة في كتاب برائحة الزيزفون، وعلبة فيها من الدحل حبات كان أخوتي لأجلها تعاركون. في خزانة أمي دفتر فروض المدرسية بخطي الجميل قد بدأ الإصفرار يميل، وهذا حرز وكتاب ودعاء وسجادة صلاة ومنديل، عباءة أبي ومسبحته وساعة الجي ونظارات وآخر كلمات قالها قبل الرحيل. ترى هل كل هذا ما في خزانة أمي؟ لا، بل إن فيها قصة وحياة. والسلام عليكم. شكرا جزيلا للأستاذ جميل حمود.